خطوات الحلب السليمة. عزيزي المربي، تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني، وتم تنفيذ العديد من البرامج الإرشادية في هذا المجال، ويعتبر جهاز الحلب الآلي أحد التقنيات الحديثة في عملية الحلب وتحسين مستوى الإنتاج ورفع كفاءة جودة المنتج. عزيزي المربي، احرص على اتباع الإجراءات الصحية والسليمة لعملية الحلب. أولاً، السلامة العامة: توفير لباس مخصص لعملية الحلب، غسل اليدين قبل وبعد عملية الحلب، التأكد من جميع المواد المستخدمة لعملية الحلب نظيفة وجاهزة للاستخدام. ثانياً، الخطوات السليمة لعملية الحلب: استخدم فوطة مبللة بالماء الدافئ، ثم نظف الضرع بعناية جيدة. اسكب القطرات الأولى من الحليب على السطح الأسود لكأس الحليب، وذلك للتأكد من عدم التهاب الضرع. غطس أكواب الحلمات أولاً داخل المحلول المطهر الدافئ، ومن ثم غطسها داخل ماء نظيف دافئ قبل تثبيتها على الحلمات. التأكد من أن صمام زجاجة البيان مغلق. احمل أكواب الحلمات بوضع مقلوب. افتح صمام زجاجة البيان، ومن ثم قم بتثبيت الأكواب على الحلمات بطريقة هادئة. يجب عليك مراقبة حركة مرور الحليب المسحوب من الضرع من خلال زجاجة البيان. عندما يتوقف مرور الحليب في زجاجة البيان، اقفل صمام زجاجة البيان. قبل نزع الآلة من الضرع، اضغط على الحلمات، وعليك تدليكه بشدة لتقطيره من بقايا ما به من حليب. سحب الأكواب بسهولة من الحلمات. رش أو تغطيس الحلمات داخل المطهر مباشرة بعد كل عملية حلب. ثالثاً، الإجراءات الصحية الواجب مراعاتها بعد عملية الحلب: غطس أكواب الحلمات داخل المحلول المطهر الدافئ، ومن ثم غطسها داخل ماء ساخن بعد عملية الحلب نهائياً، وذلك مروراً بأنابيب الحليب ووصولاً إلى الجردل للتخلص من الأوساخ والشوائب المرئية أثناء عملية الحلب. تنظيف موقع الحلب بصورة مستمرة بعد الانتهاء من عملية الحلب. أخي المربي، تقيدك بالممارسات الجيدة في مجال الإنتاج الحيواني يساهم في سلامة المنتج ويعزز من جودته.